بسم الله الرحمن الرحيم. أمس تكلمت عن أجهزة الماك بوك برو الجديدة، وقلت أنها هي أفضل كمبيوترات محمولة من أبل تقدر أنك أنت تشتريها حاليا. فأكيد أنه لما الواحد يفكر أنه يشتري ماك بوك برو راح يحتار يشتري 14 إنش ولا 16 إنش، يشتري الام 2 برو ولا الام 2 ماكس. في هذا الفيديو راح أتكلم عن أهم خمس أشياء أنت لازم تيجي تعرفها قبل ما تفكر أنك تشتري هذا الجهاز، على أساس أنك أنت ما تختار الجهاز الغلط اللي ممكن أنك أنت تصرف له زيادة ولا تستفيد من إمكانياته، او انك تشتري جهاز وبعدين تكتشف انه ما يلبي احتياجاتك. فقبل ندخل في التفاصيل، في لي قناه على التليجرام اتمنى انكم تشتركون فيها، راح اتكلم فيها عن التقنيه، عن الاقتصاد، عن البنوك، عن البطاقات الائتمانيه، عن الاستثمار. فيشرفني انكم انتم تتابعوني على هذا القناه، فراح احطها في السنابه هذه، مجرد انك ترفعون على فوق راح تحصلون رابط قناتي على التليجرام. ونبدا مع اول حاجه انت لازم تعرفها. اول حاجه للناس اللي محتارين بين ال 16 انش ولا ال 14 انش، طبعا الفرق الرئيسي بينهم الشاشه. الشاشه طبعا ال 16 انش اكبر، فاللي يحبون انهم يشوفون افلام مثلا على الماك بوك ممكن ال 16 انش يكون مناسب لهم، لكن الفرق ما هو في الشاشه، فيه فروقات اضافيه. اول حاجه الشاحن اللي يجي مع ال 16 انش هو اعلى واط من اللي يجي مع ال 14 انش. الحاجه الثانيه انه البطاريه راح تعطيك 3 ساعات اضافيه في ال 16 انش، وايضا انه التراك باد راح تكون فيه اكبر، السبيكر ايضا او سماعات الصوت راح تكون فيه اعلى، وايضا الحواف اللي حوالين الشاشه راح تكون اصغر والنوتش اصغر بسبب حجم الشاشه. فهو المحرك الرئيسي للاختيار هو حجم الشاشه، لكن ايضا راح تحصل على مزايا اضافيه من البطاريه والتراك باد الافضل والسماعات الافضل والحواف الاقل حول الشاشه. انا افضل 14 انش، حتى اني افضل 13 انش، لكن ممكن في ناس تفضل 16 انش فراح يحصلون على مميزات اضافيه. الحاجه الثانيه ان لو انت محتار بين الام 2 برو والام 2 ماكس فالفرق بينهم فقط في معالج الرسوميات. كل المعالجين الام 2 برو والام 2 ماكس يجون ب 12 نواه للسي بي يو، ما عدا الموديل الاقل في ال 14 انش يجي ب 10 انويه للسي بي يو، والاشياء النواتين الناقصه هي افشنسي كور، يعني ما راح تفرق معك في الشغل الثقيل. فكلهم يجون ب 12 نواه للسي بي يو. الفرق في معالج الرسوميات، في الام 1 ماكس 30 نواه وممكن ترفع الى 38، لكن لا تتوقع انه راح تحصل على ضعف الاداء من ناحيه الرسوميات. فلو كنت انت مهتم بالالعاب ومهتم بال 3 دي ريندرنج والتصميم وعرض الفيديوهات، فممكن انه تستفيد من الانويه الاضافيه للجي بي يو او لمعالج الرسوميات، لكن انا اشوف ان الام 2 برو هو المناسب ل 90% من الناس. وزي ما ذكرت امس تقدر انك انت تاخذ الى 96 جيجا رام، لكن ما انصحك. طبعا لو انت جيت اخترت الام 2 ماكس وبعدين دخلت على اساس انك انت تعمل تعديلات عليه، فلو جيت انت اخذت مثلا هنا ال 30 نواه جي بي يو ما راح يفتح لك ال 96 جيجا، لكن لما تاخذ 38 كور جي بي يو او 38 نواه لمعالج الرسوميات راح تقدر تاخذ 96 جيجا رام. هل راح تستفيد منها؟ ما اتوقع انه راح يستفيد منها الا 1% اللي يمكن يشتغلون على 3 دي ونيورال بروجرامينج والاشياء هذه، ما راح يستفيد منها ناس كثير. انا اشوف ان 32 جيجا كفايه، واحد يقول انا مره محتاج الرامات ممكن يرفع الى 64، و 38 كور جي بي يو او 38 نواه هذه ما يحتاجها الا حقين الالعاب واللي شغلهم كثير مهتمين في الرسوميات. من الاشياء الغلط اللي يفكر فيها بعض الناس انه مثلا لو جاء خذ 16 انش وخذا الام 2 برو، فالام 2 برو تجي ب 16 نواه لمعالج الرسوميات، الام 2 ماكس تجي ب 38 نواه لمعالج الرسوميات. فيتوقع انه لو خذا 38 نواه انه راح يحصل على دبل الاداء من ناحيه معالجه الرسوميات، وهذا الكلام غلط. هي ما هي نسبه وتناسب، فبناء على الام 1 برو والام 1 ماكس السابقين ما كان الاداء يفرق كثير بين ال 19 و 38، او لو انت جيت دبلت الانويه لمعالج الرسوميات، فلذلك انا ما انصح انك تاخذ 38، انا اشوف الام 2 برو هو الافضل السنه هذه. لذلك برايي على اللي ذكرته قبل شوي انه الموديل الافضل لاغلب المستخدمين هو ال 14 انش اللي يجي مع الام 2 برو ب 10 انويه لمعالج المعالج الرئيسي. لو حبيت انك تزيدها ممكن انك انت تزيد الرامات، انا اشوف ان هذا هو الاستثمار الافضل، افضل انك انت تزيد معالج الرسوميات. فممكن تاخذ هذا ال 12 كور سي بي يو لو حبيت، يعني مهتم بالنواتين الزياده اللي راح تحصلها في المعالج الرئيسي. 32 جيجا رام
اشوف انها مناسبه لو انت يعني الجهاز بيستمر معك اكثر من 6 سنوات. والهارد ديسك كان 512 مناسب لي، لكن في ناس ممكن الواحد تيرا يكون مناسب لهم، فراح يطلع 2900 دولار، تقريبا حدود 11000 12000 ريال مع الضريبه. فهذا هو الكونفيجريشن الافضل. يا ريت تقولوا لي الناس اللي عندهم الام 1 برو والام 1 ماكس هل تشوفون هذا مناسب ولا لا؟ اعطوني رايكم في التعليقات. ما ودي اطول عليكم، يعطيكم العافيه، ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.